اللي جاي صورة مش فيديو. صورة؟ صورة. أهلا وسهلا. خالد الصاوي يطالب بإلغاء الرقابة. دلوقتي ممكن أبقى بطالب بترشيد الرقابة، دي فرق بين الاثنين. يعني مثلا ممكن يبقى فيه رقابة سن 16، حاجة تانية سن 18، ممكن إن شاء الله توصل لسن 21. ما أنا كنت هسألك لو لغوا الرقابة مين اللي هيبقى رقيب على الأخلاق ما ينفعش والقيم والحاجات دي عندنا في الأفلام والمسلسلات؟ لأن في حاجات ما ينفعش إن هي تتعرض علينا في الوقت ده في البلد دي بدون أي ترشيد ليها، ولا تعمل كارثة. حاجات ليها علاقة بالدين، حاجات ليها علاقة بالمحارم أو الكلام ده ما ينفعش.